والابن والروح القدس إله واحد آمين. ونحن في أيام عيد النيروز المجيد من يوم واحد ليوم 16، والنهاردة 12 من شهر توت المبارك. أفرح النيروز رغم الاستشهاد ورغم الدم، لكن فرحانين وبنصلي القداس فريحي، ونلاقي أن في هذه الفترة نصلي فريحي ومفيش مطنيات ومفيش صوم انقطاعي في الأربع والجمعة. ولما مر علينا الأربع والجمعة نصلي الأجبية صلاة الساعة الثالثة والسادسة فقط، ما نصليش التاسعة زي بقية السنة، فرحانين. طب ازاي في دماء وفي استشهاد وفي فرح؟ هو ده سر المسيحية، هو الفرح بالاستشهاد وبسفك الدماء. ولهذا نلاقي أبائنا عايزين يبدأوا السنة القبطية، فقالوا هنبدأها مع أشد الحروب وأشد الاضطهادات في تاريخ الكنيسة كلها، وهو وقت حكم دقلديان، وتبدأ سنة واحد قبطية سنة 284 ميلادية مع حكم دقلديان. هنصلي فريحي مع هذا الحكم اللي كان أشد في حالات الاستشهاد، مع هذه السنة، السنة اللي هيكون فيها بداية السنة القبطية، وإحنا دلوقتي وصلنا 1740 للشهداء، مع بداية السنة القبطية دي السنة. طب يختاروا إيه اليوم عشان نبدأ في السنة، سنة الشهداء، السنة القبطية؟ فقالوا أكتر يوم مفرح عندنا هو يوم فيضان نهر النيل. ده كان عيد وفرح. الفلاح زمان كان يفرح بعيد الفيضان وعيد الحصاد، ودي كانت أكبر أعياد عند المصريين القدماء. وفي تل بسطة كانت تقام أفلاح أفراح وابتهاجات، ويذبحوا 12 ألف راس ماشية في الاحتفالات مع فيضان نهر النيل. فأبائنا قالوا يبقى اليوم يبدأ بقمة الفرح اللي احنا فرحانينه مع فيضان نهر النيل. ولهذا كلمة نيروز معناها نيار أوف، أي مباركة الأنهار. نهر إيه؟ نهر النيل، لأنه أعلى فيضان لنهر النيل بيكون يوم عيد النيروز. ومع عيد النيروز تبدأ السنة النجمية بنجم اكتشفه العالم توت. وتوت ده كان عالم مصري قديم، واحنا السنة القبطية توت بابا هاتور، أسماءهم كلها مصريين قدماء. فكان العالم توت هو اكتشف نجم في السماء عند واحد توت عند الشروق الاحتراقي، أي قبل كمان الشمس ما تطلع. اتخيلوا ازاي هو اكتشف هذا النجم، وازاي يتأكد من هذا النجم، يقعد سنة في حالها عشان يتأكد، وكام سنة عشان يعلن ان في نجم في السماء يظهر مرة واحدة بس، اسمه نجم ثبتت او ميجر كانز او كلب الجبار. فكان طبعا اكتشاف عظيم، وتبدأ به السنة القبطية سنة نجمية مع هذا النجم، وتبدأ مع واحد توت اللي هو أعلى منسوب لفيضان نهر النيل. فيضان نهر النيل بيبدأ مع عيد الملاك في شهر يونيو. تذكروا مع عيد الملاك احنا بنسميه عيد النقطة، لأن كانت أول نقطة في فيضان نهر النيل. فتبدأ أيضا الكنيسة بالاحتفالات مع نهر النيل ومياه النهر في هذا العيد الكبير. ويزيد الفيضان، يزيد أعلى منسوب لفيضان نهر النيل هو في واحد توت. يبدأ بعد كده خلال شهر تقريبا يبتدي يقل بقى الفيضان وبتاع هذا العام. إذن في أفراح، وتفرح الكنيسة في صلواتها وفي ألحانها، وتفرح التقويم القبطي مع بداية الشهداء، ففي فرح مع الاستشهاد. ونلاقي كده في سفر الرؤيا الإصحاح السادس يقول لنا كده معلمنا يوحنا الحبيب: ولما فتح الختم الخامس لقيت إيه؟ لقى نفوس الشهداء
اللي موجودين فين؟ تحت مذبح الرب. أعلى مكان عند رب المجد هو الشهداء، ولابسين ثياب بيض، ويقول لنا أيضا في سفر الرؤيا أنهم يلبسوا ثيابا بيضاء في أفراح، وربنا بيكرمهم أعلى تكريم يكونوا تحت مذبح الرب. ونلاقي أن أبائنا الرسل كلهم ماتوا بالاستشهاد ما عدا يوحنا الحبيب، كلهم ماتوا بالاستشهاد. حتى بطرس اللي كان أنكر المسيح قال أنا أكون منكس الرأس واتصلب زي السيد المسيح بس منكس الرأس، قال عشان ما أكونش زي سيدي. توما الرسول اللي أنكر السيد المسيح كان فرحان وهو بيقدم حياته للاستشهاد في بلاد الهند. شوفوا بقى تعب قد إيه في السفر والوصول إلى هذه الأماكن وهذه اللغات، ولكن فرحانين بالمسيح. ولهذا الإنسان الروح أيها الأحباء يكون فرحان، ما يبقاش مكتئب، ما يبقاش متضايق أصلا أنا إنسان روحي. لا، الإنسان الروحي يكون فرحان بالرب. والفرح الروحي غير الفرح العالمي. الفرح الروحي ده ثمرة من ثمار الروح القدس. أول ثمرة من ثمار الروح القدس يقول كده في هذه في التسع ثمرات: محبة وفرح وسلام. ما هم مرتبطين ببعض. ما هو الإنسان الفرحان بالرب وبالسماء يكون عنده محبة للجميع، وأيضا يكون عنده سلام. ما السيد المسيح قال: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما العالم يعطيكم. يبقى إذا أفراح السماء غير أفراح العالم. ده في ناس لما تفرح كتير يقول لك خير اللهم اجعله خير، فرحنا كتير صح؟ لكن الفرح الروحي أسمى من أي فرح أرضي. وعشان كده قمة الفرح لما الإنسان بيحضر القداس وبيتناول وياخد جسد الرب ودمه الأقدسين. معلمنا القديس أثناسيوس الرسولي يقول لو أنت عايز تبقى شهيد، طب ما فيش استشهاد، موت عن الخطية وموت عن شهوات العالم. هنا بقى الإنسان يصل للقمة وقمة الفرح. ولهذا الإنسان اللي بيجاهد الجهاد الروحي كل ما يتغلب على خطية يبقى فرحان، فرحان بالرب. كل ما يقاوم ضعفا من الضعفات يبقى فرحان. كل ما يواظب على صلاة كان وقفها شوية يبقى فرحان أنه بدأ يصلي، ويبقى فرحان أنه هو بيقرأ كتاب مقدس دلوقتي بعد ما وقف فترة من الفترات فيها فتور روحي. والقديس أغسطينوس يقول جلست على قمة العالم لما حسيت أن أنا لا أشتهي شيء من هذا العالم. يبقى ده الإنسان الروحي الذي يرتفع إلى السماء. إذن الإنسان الروحي أيها الأحباء هو الفرحان مع أفراح عيد النيروز ومن 1 إلى 16 توت، يعقبها أيضا فرح بعيد الصليب المجيد 17 و18 و19 توت. ويبقى نقول نصلي فريحي وشعنيني زي لحن إيه الجالس فوق الشيروبيم. فأحد فرحانين بقى خالص قمة الأفراح هنستقبل رب المجد يسوع المسيح. فأفراح وأفراح زيادة كمان وشعنين. ربنا يجعل أيامكم كلها أفراح روحية، فرحين في الرب وفرحين كل حين كل سنة. وحضراتكم طيبين، اذكروني بصلواتكم. ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد. آمين.